تحية كبيرة مشاهدينا عبر موقع بنت. أنا سامي عرموش ومن مسرح الميدان والصالون الاستضافة لبرنامج خميس شو مع الفنان أيمن نحاس، ندعوكم للمشاركة مساء اليوم في البرنامج الحواري الترفيهي الجدي لدرجة الكوميديا. أما جمعة المساء فتدعوكم الورشة، مساحة فنية لحضور افتتاح معرض الملصق الفلسطيني من انطلاقة الثورة الفلسطينية 1965 حتى يومنا هذا، وذلك في ساحة الأسير جادة بن غوريون. لهم مشاهدينا انتهت نشرتنا لليوم، بتمنى لكم نهاية أسبوع هادئة ومريحة.